اليوم رح خبركم قصة كوب، قصة ثنائي معلقين ببعض بفيدوا حياة، بشعوا فكر وثقافة، عارفين حقوقهم. كوب الشجاع أخذ قرار إنه يتزموا مع بعض ويعقدوا زواجهم المدني على أراضي الجمهورية اللبنانية. هيدا الشيء بخيارهم الحر وبإرادتهم الحرة تحت ظل العلم اللبناني أكيد، بين الأهل والأصدقاء بشكل علني واحتفالي وأمامكم جميعا، وأكيد تحت سقف دستور لبنان ومواثيق حقوق الإنسان والأمم المتحدة يلي أدخلت بالدستور، وبظل قوانين التأسيسية للجمهورية اللبنانية بطلعتها القرار 60 نمري، بضوء أكيد الاستشارات العليا اللي صدرت عن أهل المراجع واللي ثبتت قانونية الزواج. فالثنائي هن مريجوع بن نصيف وعبد الله سلام.